فكرة جمع التراث كانت قبل فكرة إنشاء الجمعية. بدأت أنه أنا يمكن كنت مختص في المسرح ونعمل مسرحيات لها علاقة بتاريخ فلسطين، فكنا بحاجة إلى عدة قطع تراثية من أجل خدمة المسرح، فكلفنا أحد الأصدقاء بأنه يجمع لنا مجموعة من هذه القطع لخدمة المسرح. صديقنا أشرف الدربيع جمع عدة قطع للمسرحية وبالتالي احتفظ فيها وصار عنده شغف بجمع العديد من القطع. بالبداية كانت كنوع من التبرعات من بعض الأشخاص، لكن لما صار عنده ولع في هذه القطع بلش يشتري في هذه القطع، فجمع كم يعني كبير من هذه القطع، ربما تجاوز 3000 قطعة تراثية. بلشنا نعمل عروضات لبعض المؤسسات اللي تطلب، طبعا جامعات مؤسسات، ونحكي عن هاي القطع لأهميتها، فأصبح في خطورة على نقل هاي القطع من مكان لمكان من قبل المحتل، فأنشأنا جمعية أبناء كنعان أنا وبعض الأكاديميين وبعض الأشخاص اللي لهم علاقة بهاي القطع. بلشنا أيضا كجمعية كمان بطريقة مستقلة نجمع قطع أيضا، وجمعنا يمكن في الجمعية يمكن 500 قطعة من القطع التراثية القديمة، فأصبح لدينا مجموعة رائعة جدا من هذه القطع. المجموعة تقريبا تشمل كافة مناحي الحياة الفلسطينية في القديم، من أدوات حقل، زراعة، أدوات زينة، أدوات مطبخ، أدوات حرفية، كل القطع التراثية ممكن تخطر على بالك اللي كانت تستخدم ما قبل 48 كانت لدينا. إضافة لأنه كنا نحاول نشتري بعض القطع اللي هربت وسربت إلى الداخل المحتل، وللأسف بعض السناسر بعضها باعوها، كنا نحاول نشتري هاي القطع طبعا بتمويل شخصي، نجمع إحنا المجموعة مجموعة أبناء كنعان نجمع كل واحد نصيبه من المال ونشتري هاي القطع اللي قدرنا طبعا نشتريها ونستعيدها. أذكر أنه يوم من الأيام استعدنا بعض القطع من قرية جنوب قرية البرج اللي تابع لقرى دورة، في الليل نزلنا تهريب في وتعدينا الأسلاك الشائكة، وكانت مغامرة إنا، وكان ممكن أنه لا سمح الله يتم إطلاق النار علينا لو لاحظونا والآخر، ولكن نجحنا في جمع أو في استعادة هاي القطع اللي موجودة لليوم. جمع القطع والحفاظ عليها أنا بعتبر أنه أو بعتقد أنها هي مسؤولية وطنية ومسؤولية أخلاقية لكل فلسطيني أنه يحافظ على هاي القطع، لنثبت أنه هاي القطع هي تثبت تاريخ الشعب الفلسطيني في أرضه، وهي الامتداد للشعب الفلسطيني. فالمنجل اللي أمامنا والمحراث اللي عمره 120 سنة بدل على أنه هذا المحراث فلسطيني، وأنه اليد اللي كانت تحرث عليه يد فلسطينية، لوح الدراس اللي موجود هناك هو لوح دراس فلسطيني صنع بأيدي فلسطينية، وكان يعني الفلاح الفلسطيني اللي استخدمه شلومو ويعقوب لم يكن لهم أي علاقة بهذه الأشياء، ويجهل تماما ما هي الأدوات، ولا يعي، ولم يكن يملك دلة القهوة ولا كانون ولا المحماسي ولا يعرف عنها شيء. ممكن يشوفوا القطعة يسألوا 100 سؤال إنه مين هاي، اللي جاي من أوروبا أو اللي جاي من روسيا ما بعرف لا المحماسي ولا الدلي ولا لوح الدراس ولا القوطة ولا المحراث ولا هاي الأمور على الإطلاق. أهمية حفاظنا على هاي القطع هي كإثبات وكهوية وكتعزيز الهوية الفلسطينية، وكإثبات ودليل قاطع على إنه إحنا اللي كنا هون، إحنا اللي كنا عايشين هاي فلسطين، في الشيء اسمه إسرائيل. احنا اهتمينا بجمع التراث الملموس والقطع، وايضا اليوم يعني نعكف على جمع التراث المحسوس والروايات. يعني للاسف الروايه الفلسطينيه اليوم لا تدرس، والروايه الفلسطينيه اليوم نحكي ضعيف شوي، ما في جهه مسؤوله بتعطي روايه فلسطينيه عن تاريخنا في هذه الارض سوى هاي القطع. القطع هي فقط من تتحدث عن الرواية الفلسطينية أو تثبت وجودنا في هذه الأرض قبل المحتل.